السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله أهلا بكم في قناة معلومات مع المالية. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هتكلم عن حاجتين، اللي هو الفرق بين الإكسباير ديت والاستابيليتي ديت، يعني الفرق بين تاريخ انتهاء الصلاحية وتاريخ ثبات المفعول. تاريخ انتهاء الصلاحية، لو حضرتك بتجيب أي كيتس أو أي محلول حضرتك شغال بيه، بيبقى مكتوب عليه رقم التشغيلة بتاعنا اللي هو رقم اللوت، ويبقى مكتوب عليه تاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء. حضرتك تاريخ الانتهاء ده، لو انت جبت العند العلبه وفضلت مقفوله بحالتها وما استخدمتهاش، بتفضل صالحه لحد تاريخ انتهاء الصلاحيه. يعني مثلا علبه تاريخ انتاجها مثلا 5/2020 وتاريخ الانتهاء بتاعها 6/2021 مثلا. حضرتك جبت العلبه وحطيتها في الثلاجه وخزنتها في الظروف المناسبه ليها ودرجه الحراره اللي تبقى مكتوبه على العلبه، بتفضل العلبة صالحة لحد تاريخ 6/21 أدام حضرتك ما فتحتهاش وما استخدمتهاش. طيب ده تاريخ الانتهاء. طيب تاريخ الثبات الاستابيليتي ديت، اللي هي تاريخ الثبات بتاعنا ده، بيرجع بيختلف من كل محلول لمحلول، من كل اختبار لاختبار. يعني مثلا على سبيل المثال الكاليبريتور بتاع السكر التراكمي، الاستابيليتي بتاعتي اسبوع واحد بس في درجه حراره 2 ل 8. طب احنا نشوف الاستابيليتي ده بتبقى مكتوبه فين. بتبقى مكتوبه في البامفلت بتاعتنا في حاجه اسم في منطقه اسمها ريجنت بريبريشن اند ستابيليتي، يعني طريقه تحضير الريجنت والاستورج بتاعته وطريقه تحضيره وطريقه التخزين بتاعه. لازم ناخد بالنا من ثبات المحلول، ان هو بيفضل ثابت بعد الاستخدام بقد ايه، بمده قد ايه، عشان الكلام ده بيأثر بعد كده عندنا لما نيجي نشتغل محلول. طيب في محاليل بيبقى فيها R1 وR2 تمام، بتحطوا على بعض وبتشتغل على طول، بيبقى كده الثبات بتاعنا للبوتل ككل، لR1 ككل وR2 ككل بعد الفتح. في ريجنت تانية بيبقى عندنا تحضير حاجة اسمها working solution، محلول العمل، يعني بناخد نسبة من R1 على R2 ونبدأ نشتغل بيها. الكلام ده زي الكرياتينين وزي الجي او تي وزي الجي بي تي وزي السي كي وزي زي السي كي ام بي وبعض الحاجات اللي هي بتحتاج الوركينج سوليوشن، يعني بتبقى تحضير العمل. الموضوع ده بيختلف، يعني انت حضرتك بتاخد كميه، يبقى انت دلوقتي في الحاله اللي هي الحاجات اللي بيبقى فيها وركينج سوليوشن بيبقى عندك 2 ثبات، عندك كده 2 ثبات، ثبات للبوتل الاصليه للريجنت الاصليه قبل التحضير اللي هو سواء كان R1 وR2 بيبقى ليهم دول تاريخ ثبات للبوتل بعد ما اتفتحت، وتاريخ ثبات تاني لو حضرتك هتحضر كميه من الوركينج سوليوشن. يعني انا خدت مثلا الجو تي وجي بي تي بيبقى نسبه 4:1 مثلا، خدت كميه على قد تكفي 5 عينات 6 عينات 10 عينات على حسب استخدامي، وعملتهم بالنسب المعينه وحضرتهم، بيبقى في حاجه للوركينج سوليوشن ده مده ثبات يفضل صالح معايا استخدمه مده قد ايه. لازما اخد بالي ان انا ما احضرش كميه من الوركينج سوليوشن اكتر من استخدامي، وان هي تاخد وقت اطول وتقعد وقت اطول عشان ما تعديش الاستابيليتي بتاعتها اللي هي مده الثبات، عشان ده بيأثر على النتائج. دي حاجات مهمه جدا في الشغل، ان انت تاخد بالك ان اي كيتس بيبقى ليها اكسباير وليها ثبات. اللي الاكسباير ده طبعا معروف لانه مكتوب، فالثبات هو اللي يهمني. طبعا درجه الثبات من محلول لمحلول بتختلف، ومن شركه لشركه في نفس المحلول بتختلف، سواء كانت شركه محليه او شركه انجليزيه او شركه جنسيات تانية هنديه او شركه صينيه. كل كيتس على حسب جودتها بيبقى الاستابيليتي بتاعها بيبقى احسن. يعني الشركات الاوروبيه بيبقى استابيليتها الاستابيليتي بتاعها درجه الثبات بتاعها اعلى من الشركات المحليه، واعلى من الشركات الصينيه، واعلى كمان من الشركات الهنديه. يعني بيبقى في تفاوت في الاستابيليتي من شركه لشركه في نفس المحلول، فانا لازم اخد بالي في الموضوع ده. طيب احنا كده اتفقنا ان في حاجه اسمها ثبات. طب الثبات ده انا فتحت المحلول، اول ما فتحته واشتغلت بيه طبعا ده لسه مفتوح فريش، فطبعا النتيجه بتاعته بتبقى مظبوطه، فبعمل له ستاندر لان لسه فاتح العلبه. طيب بعد الوقت بعد وقت الاستابيليتي بتاعته بتقل، الكفاءه بتاعت المحلول بتقل، الثبات بتاع المحلول بيقل، فبالتالي الابزوربنس بتاعتي بتقل. الابزوربنس بتاعتي بتقل، مش تركيز الستاندر هو اللي بيقل، لا الابزوربنس بتقل عشان
الصلاحيه السبب بتاع المحلول قل مع الوقت. طب احنا في الحاله دي نعمل ايه؟ انصح ان انت حضرتك اول ما تفتح العلبه بتعمل ستاندر، وبعد ما توصل مثلا ده اقل حاجه للنص تعمل ستاندر، وقبل النهايه تعمل ستاندر. يعني اقل حاجه لو انت عندك محلول تعمل له اقل حاجه يعني في الشهر 3 ستاندر، ويستحسن اكتر من كده. يعني يستحسن اكتر من كده، انا عن نفسي بعمل اكتر من كده. يعني ده يعني كل عدد معين من التستات، لو انا التست ده استهلاكي فيه قليل يعني ما بيجيليش كتير، معنى كده ان العلبه بتقعد فتره كبيره، معنى كده ان انا اعمل لها ستاندر اكتر عشان اطمن على الثبات بتاعتي. لكن الناس اللي عندها ريت، يعني الناس ممكن تخلص علبه الجي او تي والجي بي تي في اسبوع، ناس تانيه 3 ايام، ناس تانيه شهر. طبعا اللي هو اسبوع ده يعني هو ممكن ستاندر او التاني خلاص خلصت، يعني العلبه هتخلص معاه في اسبوع، يعني هو اول ستاندر وتاني ستاندر خلاص خلصت معاه. طب اللي بيقعد شهر؟ لا طبعا ده اكتر. طب اللي بيقعد شهرين؟ فكل واحد بيختلف من واحد للتاني على حسب استهلاكه. فاحسن طريقه ان انت تطمن على الاستابيلتي ديت بالستاندر، تعمل ستاندر في اول الفتح وفي نص الفتح واخر الفتح، ويستحسن لو انت ريتك قليل تعمل ستاندر من الوقت للتاني. يا رب اكون افدتكم، ويا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتدعموا القناه لان القناه لسه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.